ربما توقف مستقبل السوق العالمية للسيارات الكهربائية على هذا المكان. في هذه الأحواض الواسعة للتبخير يعمل تقنيون على استخراج الليثيوم من أعماق أرض صحراء الملح في مجمع سالار داي أويوني. بوليفيا تملك أكبر احتياطي عالمي من الليثيوم إذ يقدر بمئة مليون طن. ذخيرة ينوي هذا البلد وهو الأفقر في أمريكا اللاتينية تثمرها. رؤية الرئيس موراليس والحكومة البوليفية التي تراهن على تصنيع واستغلال احتياطات الملح لأويوني تلزم جميع البوليفيين لأنه أصبح عموداً جديداً للتنمية الاقتصادية في بوليفيا. وعلى بعد بضعة كيلومترات عن الأحواض يقع المصنع التجريبي الذي تموله كلياً الحكومة البوليفية. هنا يتم تقييم نوعية احتياطي الليثيوم، معدن لين مخصص أساساً لبطاريات السيارات الكهربائية. هدفنا في هذا المخبر هو تحديد كمية الأيونات أي الليثيوم والبوتاسيوم والصوديوم وحتى الكالسيوم التي تحتوي عليها كل عينة تصل إلينا. وكونها تريد السيطرة على استثمار احتياطها من الليثيوم، رفضت بوليفيا حتى اليوم جميع عروض الشراكة التي قدمتها لها الشركات العالمية مثل ميتسوبيتشي اليابانية وشركة بولوغيا الفرنسية، استراتيجية عرضت الحكومة لانتقادات بعض الخبراء الذين يعتبرون أن عملية الإنتاج تأخرت عن جدولها الزمني. المشكلة هي أن المشروع بدأ قبل 3 سنوات وليست هناك أي نتائج ملموسة. على هذه الوتيرة يمكن أن تصل بوليفيا متأخرة وربما بعد فوات الأوان في سباق الليثيوم. ومع النهاية المعلن عنها لعهد البترول لا غنى إذن عن ليثيوم بوليفيا الذي يمكن له بحسب بعض التقديرات تمويل 5 ملايير سيارة كهربائية.